بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في الفيديو رقم 29 بايثون توتوريالز. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم حاجه جديده خالص، وحاجه يعني تعتبر يعني كويسه قشطه. اول حاجه عايزين ان شاء الله في الفيديو هنتعلم ازاي اقدر اعمل فلتر للايمج بتاعتي عن طريق البايثون، طبعا من غير ما استخدم فوتوشوب ولا الكلام ده. اول حاجه هنتكلم ازاي اقدر اصلا اجيب باكج من على النت. دلوقتي احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الفايلز وازاي اقدر اعمل امبورت لما يكون في اكتر من فايل في الكود. نتكلم في الفيديو ده عن الباكج. الباكج بتبقى عباره عن مجموعه من الفايلز بتسمح لك ان انت مثلا تعمل حاجات في البايثون. يعني انت مثلا دلوقتي عايزين نربط الصوره باوبجكت من عندي في البايثون، بحيث ان انا اي اعرض الصوره والعب فيها واعمل فيها كل حاجه. يبقى دلوقتي لازم استخدم الباكج، لان طبعا ما فيش حاجه في البايثون دايركت تخليني ان انا ارفع ايمج لحد دلوقتي. يعني يبقى دلوقتي هنستخدم حاجه او هنعمل باكج مع النت. هننزل باكج مع النت. طريقه سهله ان شاء الله وبسيطه قوي. اول حاجه هتعمل ايه؟ هتروح على الفايل فايلز كده، او مثلا هتروح على البروجكت بتاعك، تقف على اليوتيوب توتوريال بتاعتك، بعد كده تقول فايل او الاسم البروجكت بتاعك عموما، بعد كده تقول فايل، بعد كده سيتنجز، وبعد كده هتلاقي في حاجه اسمها بروجكت، اسم البروجكت بتاعك، بعد كده هتلاقي بروجكت انتربتر، تمام. بعد كده هتلاقي في حاجه اسمها باكج وفيرجن وليتست. مالناش دعوه بالكلام ده، احنا عندنا الباكج بتاعتنا اسمها بيلو، تمام. دلوقتي الباكج دي طبعا انا منزلها وبستخدمها. انت عشان تنزلها تعمل ايه؟ اول حاجه هتلاقي في زرار اسمه او علامه زائد كده، دوس عليها انستول، وبعد كده تكتب في السيرش بيلو، هيظهر لك اللي هي اسمها دي، بسم الله الرحمن الرحيم، الباكج اللي اسمها بيلو. وبعد كده تقول انستول باكج وتخرج، هتلاقي مش هياخد ثواني ويسطب الباكج بتاعتك عادي. بعد كده يبقى انت كده خلاص وصلت لمرحله ان الباكج بتاعتك متسطبه جاهزه. دلوقتي احنا عايزين بقى نشوف نعمل ران للباكج ديت ونشوف هنستخدمها ازاي. اول حاجه هنقول له فروم بي اي ال اختصارا لبلو، يعني اختصارا للباكج بتاعتك. يبقى هتقول له فروم بي اي ال امبورت ايمج. يبقى دلوقتي انا عرفت او كده خلاص قلت له في الكود ده ان انا هستخدم، قلت له في الكود ده ان شاء الله ان انا هستخدم اي هستخدم الحاجات بتاعت ايمج او الباكج، هستخدم من الباكج مش الباكج كلها، هستخدم منها الفايل اللي اسمه ايمج، تمام. يبقى الفايل اللي اسمه ايمج ده بيتيح لي ان انا اجيب الايمج بتاعتي واعمل فيها كل حاجه. دلوقتي احنا عايزين نجيب الايمج بتاعتك. دلوقتي انا عامل اد لايمج اسمها بوي. دلوقتي انت ازاي تقدر تعمل اد زي كده؟ على طول تجيب الايمج بتاعتك من اي مكان، تمام، وتمسكها كده وتعمل لها دراج ودروب في اسم البروجكت بتاعك. على اسم البروجكت بتاعك استنى شويه لحد ما يظهر لك الايمج بتاعتك عادي، مفيهاش اي مشاكل، هتظهر لك مثلا باسم اللي انت عامله. دلوقتي بقى ازاي ان انا اقدر اعمل او اعرض او اشغل الصوره على البايثون. هقول له اول حاجه هعمل فاريبل اسمه اي ام جي، وات ايفر انت تسميه زي ما انت عايز، وتقول له img equal image dot open، واوبن دي بتاخد اسم الايمج بتاعتك بين دبل كوتيشن، تمام. اسم الايمج بتاعتك كان اسمها بوي، ولازم تقول له بوي دوت بي ان جي او دوت الصيغه اللي انت عامل بيها الايمج بتاعتك. يعني لو كانت دوت جي بي جي هتخليها دوت جي بي جي عادي، مفيش اي مشكله. يبقى دلوقتي انا قلت له ان الايمج او الاي ام جي الاوبجكت ده هيبقى عباره عن، هيبقى مرتبط بالبوي دوت ايمج. يبقى انا كده ربطت ما بين البوي دوت ايمج والايمج بتاعتك. يبقى انا كده لسه ما عرضتش اي حاجه، علشان اقدر اعرض هقول له اي ام جي دوت شو. اول ما اقول له دوت شو كده واجي اعمل ران، هتلاقيه لوحده بيشغل لي الصوره بتاعتك اهيت، شغلها لوحده، انا ما فتحتش اي حاجه. لو طب نيجي نعمل ران تاني نشوف، فتح الصوره تاني. يبقى كده احنا في الفيديو ده اتعلمنا ازاي نقدر نعمل داونلود لباكج من على النت، تمام. وطبعا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الامبورت وعن الفايلز اكتر من فايلز. يبقى انا قلت له في الاول اعمل لي امبورت.
من الباكج بتاعتي، مش هستخدم الباكج كلها، لا انا هعمل امبورت لفايل اسمه ايمج. وبعد كده في الايمج عملت اوبجكت اسمه اي ام جي، وقلت له ان بيساوي الفايل ده دوت اوبن. يبقى الاوبن دي عباره عن فانكشن جوه الايمج ده بتريتيرن النوع او بتريتيرن الاوبجكت بتاع الصوره. يبقى انا ربطت دلوقتي ما بين الاي ام جي والبوي دوت بي ان جي. بعد كده قلت له ايمج دوت شو. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن ازاي تقدر تعمل فلتر للصوره بتاعتك، يعني تعمل لها مثلا فلترز، يعني ايه تخليها ابيض واسود وهكذا والحاجات دي كلها. اتمنى ان تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.